هو أحد أكبر 3 معارض ضمن قطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخلاف كونه منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها التمكين في قطاع النفط العالمي. منصة تحت مظلتها لغة التواصل، بداية من اكتشاف الأفكار الجديدة وصولاً إلى مناقشة مختلف القضايا على أجلها. لكن حكاية هذا المكان لم تبدأ من هنا، فعلى مر السنين نما ذلك المعرض الذي كان يسمى مؤتمر الإمارات لتكنولوجيا البترول بوتيرة متزايدة على صعيد المكانة والأهمية والحجم، حتى بات واحد من أكبر 3 فعاليات في القطاع العالمي. 22 مايو 1984 استمر فندق الانتركونتيننتال أبوظبي في استضافة دورات عدة لاحقة للمؤتمر، وذلك كل 2 عام، وجرت فعاليته وقتها فقط بتنظيم من أدنوك وجمعية مهندسي البترول. خضع اسم المؤتمر وشعاره وشكله للعديد من التغيرات والمعطيات، والتي كانت تتوالى بالتوازي مع المتغيرات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وأيضاً قطاع صناعة النفط والغاز في المنطقة وتحديات قطاع الطاقة العالمي. وفي إبريل من العام 1986 انطلق المؤتمر في دورته الثانية بتعديل بسيط في اسمه الرسمي، والذي تغير إلى مؤتمر أبوظبي البترولي الثاني، لتليها الدورة 3 من المؤتمر بالمزيد من التغيرات. وشهد المؤتمر إضافة جديدة في اسمه الرسمي بإضافة كلمة معرض، ليصبح مؤتمر ومعرض أبوظبي البترولي الثالث، إلا أن الدورة 4 منه شكلت نقطة تحول مهمة في توجه المؤتمر، حيث انعقد في يونيو العام 1990 مرسخاً مكانة أدنوك وأبوظبي في قطاع النفط والغاز. وعلى نفس الوتيرة على مر السنين بدأت قطاعات حيوية في دوراته المتلاحقة لتحطيها زخماً وتقدماً لمكانة المؤتمر والمعرض المرافق، إضافة إلى زيادة المساحة المقام عليها وارتفاع عدد الشركات المشاركة. وفي أكتوبر من عام 1994 تم اعتماد المؤتمر ليكون حدثاً دولياً، كما عرف بمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك. ومنذ يومها أصبح منصة عالمية ليرسم ملامح مستقبل قطاعات الطاقة في العالم.